السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان. نكمل لكم الفيديو ديال قبيله حيت بعض الاخوان بحال لا ما عرفوش ما فهموش مزيان ولا ما ماشي مشكل. هاد الثقافه اللي تكلمت عليه في الفيديو ديال قبيله باذن الله هو ان التبطيل ديالو الا على كما قلنا على يد الشيخ او ولكن الانسان ما لقاش هذاك الشيخ بعيد ولا الله اعلم ولا ما يسريش لا باش لقى داك الشيخ. التبطيل ديالو هو هكذا، مثلا هالصوره ملي غتحل داك المري غتلقى الصوره هكذا، هذه هي الصوره هكا، الصوره هي هذه غتلقاها هكا. البطلان ديال هاد الثقاف هذا، لان اخطر ثقاف في العالم هو هذا، والبطلان ديالو هو تفك هاد المري هكا وتهز الصوره وتحطها وتقرا عليها صوره الدخان 7 المرات، صوره البروس 7 المرات، آية الكرسي 7 المرات، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق هذا المكان عمار وزوار وخدام. كنت أيها الخادم موكل بثقاف عن زواج وبتعطين عن زواج وتشويه لوجه لخاطب أو تشويه لوجه لخاطبة، فادعوك للخروج وللذهاب وإبطال ما جئت به طاعة لله وطاعة لأسماء العظام من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نعلكم كما لعن أصحاب السبت كان أمر الله مفعولا. هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. اللهم انا الراقم الشافي، اللهم انا الراقم الشافي، اللهم انا الراقم الشافي، اللهم ربي الناس تهب الباس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله العظيم الاعظم، بسم الله العظيم الاعظم، بسم الله العظيم الاعظم، ان الله على كل شيء قدير، ان الله على كل شيء قدير، ان الله على كل شيء قدير. يا معشر الجن والانس اذا استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ولا تنفذون الا بسلطان، فباي الاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكم الشواط من النار والنحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صافي وغتبطل بإذن الله. ونشد هذيك الصورة حذاري على الخطأ تيطيحوا فيه الناس، تيتبولوا على السحر، تيسيبوا جدول ولا تيسيبوا كتاب ولا قفل وتيتبولوا عليه، أعزكم الله. راه في هذيك اللحظة تتبول هذاك الجدول وهذاك الكتاب ولا هذاك القفل اللي فيه السحر، إن فوت تركب ذوك الخدام. حيت كاين بعض السحارة تيكتبوا القرآن بالمقلوب. كاين بعض السحارة تيكتبوا أشياء مقدسة ديال المسلمين بالمقلوب. يعني شي حال من المقدسات، قرآن، عزائم، أقسام. يعني شيء من يعني يندرجوا ويدخلوا في اطار المقدسات لله عز وجل والمسلمين. الا لقيت الكتاب حذر تسول عليه، ما تسول عليه ما والو، ولا تلوحوا في المرحاض وتلوحوا في شي مكان خبيث، لا. تجيب ماء ديال البئر ودير في ذاك الكتاب ولا دير في ذاك القفل وتقرا عليه المسائل اللي قلت لك. وثم هاد العمليه ديال الثقافه هي هكذا. واللي خاصو شي حاجه مرحبا، وما تنساوش الاشتراك الله يرحم الوالدين، راه كنلقانا في اليوتيوب، كاين القناه ديالي في اليوتيوب، راه كاينه في الصفحه ديالي في التيك توك، وما تنساوش اشتراكنا في التيك توك، وبلغوا الناس وفيدوا الناس في سبيل الله، والضال على خير كفاعله، الله يرحم الوالدين.